أعزائي طلاب الصف الرابع ابتدائي، هنتكلم النهارده عن الوحدة الثانية بعنوان السكان في بلدي. هنتكلم عن الدرس الأولاني عندي اللي بيتكلم عن نمو السكان في مصر، يعني بيتكلم عن زيادة السكان في مصر. طيب في البداية عندي حاجة مهمة لازم أتكلم عنها، وهي التعداد السكاني. يعني إيه التعداد السكاني؟ قال لك التعداد السكاني ده هي عملية حصر شامل لعدد السكان، من حيث عددهم، من حيث التركيب بتاعهم حسب السن والنوع وكمان المهنة والتعليم. يبقى التعداد السكاني لما اجي اقول المقصود بيه هقول هي عملية حصر لعدد السكان، التعرف على عددهم وتركيبهم، طبعا تركيبهم حسب السن والنوع والمهنة ومستوى التعليم. طيب يبقى الدولة الأولاد بتقوم بعمل حصر لسكانها مرة كل عدة سنوات. ليه؟ عشان تقدر إن هي تعرف عدد سكانها وصل قد إيه، كمان تقدر تتعرف على التركيب بتاعهم، السن، كم عدد صغار السن، كم عدد كبار السن، كم عدد الشباب، النوع ما بين الذكور والإناث، المهنة، الحالة التعليمية اللي موجودة داخل الدولة. طيب التعداد السكاني ده اولاد احنا الدوله بتعمله عشان له اهميه كبيره جدا بالنسبه للدوله. طيب اهميه التعداد السكاني ايه؟ قال لك ان التعداد السكاني اقدر ان انا من خلاله استفيد منه ان انا احدد المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات اللي الدوله عاوزاها. يبقى اول حاجه يا اولاد من اهميه التعداد السكاني عندي ان الدوله تقدر من خلال التعداد السكاني ان هي تحدد احتياجاتها من المدارس، تقدر من خلال عدد صغار السن اللي عندها زي ما احنا قلنا في التعداد السكاني ان هو بيوضح اعداد السكان حسب النوع وحسب السن. طيب اقدر انا احدد عدد صغار السن، فاقدر انا احدد المدارس اللي انا محتاجها، كمان المستشفيات لما انا احدد عدد السكان الموجودين داخل الدوله اقدر انا هعرف المستشفيات اللي عندي هتقدر ان هي تسد احتياجات السكان ولا احتاج ان انا هبني مستشفيات جديده، كمان الغذاء اللي موجود عندي، المصانع هل هتقدر ان هي تسد حاجه الشباب في فرص العمل ولا هبني مصانع جديده، هل المصانع هتقدر ان هي تسد احتياجات السكان من الغذاء ولا هبني مصانع جديده. اذا يا اولاد التعداد السكاني اول اهميه من الاهميات بتاعته ان هي بيحدد لي احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات. طيب كمان من اهميه التعداد السكاني ان هو اقدر من خلاله ان انا اتنبا باعداد السكان اللي ممكن تصل اليها البلد بتاعتنا يا اولاد في المستقبل. يعني مثلا انا كنت مثلا السنه دي كنت 10 مليون شخص او 10 مليون نسمه، السنه اللي بعدها بقيت مثلا 20 مليون نسمه، يبقى انا اتوقع على طول ان السنه اللي هتيجي بعدها على طول هزيد بمعدل كام؟ 10 مليون. اذا هو يا اولاد بيبتدي ان هو يتنبا باعداد السكان اللي ممكن يصل اليها بلدنا فين في المستقبل. طب ليه احنا بنهتم ان احنا نتنبا باعداد السكان في المستقبل؟ عشان اقدر انا احط تخطيط جيد وسليم بالنسبه للدوله فين في المستقبل فيما يخص طبعا احتياجات الدوله. يبقى انا هنا يا اولاد لما اتكلم عن اهميه التعداد السكاني هقول اول حاجه ان بنقدر من خلال التعداد السكاني ان انا احدد احتياجاتي من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات. رقم اثنين اقدر اتنبا باعداد السكان اللي الدوله ممكن تصل اليها في المستقبل. ليه؟ من اجل التخطيط السليم لفين في المستقبل. طيب عندي بعد كده معلومه مهمه جدا يا اولاد لازم اعرفها عندي، ان دولتنا الحبيبه مصر يا اولاد قامت بتقوم بعمل تعداد سكاني كل 10 سنين، يعني كل 10 سنين مصر بتقوم بعمل تعداد سكاني. طيب اجري اول تعداد سكاني رسمي في مصر عام 1882. اجري اول تعداد سكاني. فعندي معلومه مهمه يا اولاد بقى بقولها، ان انا عندي دولتنا الحبيبه مصر بتقوم بعمل تعداد سكاني مره كل 10 سنوات، يبقى كل 10 سنوات يا اولاد مصر بتقوم باجراء تعداد سكاني. طيب مصر اول تعداد سكاني اجري فيها يا اولاد، اول تعداد سكاني رسمي طبعا في مصر كان عام 1882، عام 1882. وطبعا يا اولاد عليك ان تفتخر طبعا ان مصر من اقدم الدول اللي طبقت نظام التعداد السكاني في العصر الحديث. يبقى ده نظرا لقيمه واهميه مصر يا اولاد كدوله قدرت ان هي تبقى من اقدم الدول اللي طبقت نظام التعداد السكاني في العصر الحديث.
يبقى انا كده يا اولاد خدت عندي اول حاجه قلت المكسوب بتاعي السكاني هو عمليه حصر لعدد عدد السكان من حيث للتعرف على عددهم وتركيبهم وحسب السن والنوع والمهنه ومستوى التعليم. بعد كده قلت اهميه التعداد السكاني ان هي عندي بتعرفني احتياجاتي من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع، وقلت رقم اتنين ان انا اقدر من خلالها ان انا اتنبأ باعداد السكان اللي ممكن ان تصل اليها بلدنا فين في المستقبل من اجل طبعا التخطيط السليم. وبعد كده قلت ان مصر بتجري تعداد سكاني مره كل 10 سنوات، وقلت ان اول تعداد سكاني رسمي في مصر عام 1882. بعد كده يا اولاد هتنقل لمعلومه عندي بعد كده نمو سكان مصر. انا بقى عايز اعرف يا اولاد عدد سكان مصر بيزداد ليه؟ ايه اسباب النمو السكاني؟ معنى كلمه نمو سكاني يعني زياده عدد السكان خلال فتره زمنيه محدده. بمعنى يا اولاد؟ بمعنى احنا قلنا ان اول تعداد اجري في مصر كان عام 1882، كان عدد سكان مصر كام؟ 7 مليون. طيب تخيل بقى ان احنا في تعداد 2006 لقينا نفسنا وصلنا ل 73 مليون. طيب ليه يا اولاد في عندي زياده في عدد السكان؟ طيب قال لك عشان في اسباب ادت الى النمو السكاني ده يا اولاد. طيب خلي بالك اللي انا لازم اقول لك معلومه مهمه جدا، ايه هي؟ ان انا عندي في مصر تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني، يعني مصر بتعاني من الزياده السكانيه يا اولاد. طيب ليه؟ قال لك بسبب ارتفاع نسبه المواليد وانخفاض نسبه الوفيات، وخلي بالك ده عشان ده سؤال مهم. خلي بالك عشان يقول لي بما تفسر تعد مصر من الدول التي تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني، اقول له بسبب طبعا ارتفاع نسبه المواليد وانخفاض نسبه الوفيات. طيب خلي بالك يا اولاد ان انا عندي الزياده السكانيه ديت بلاقي لها اسباب، النمو السكاني بلاقي له اسباب، سواء كانت زياده طبيعيه اي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، او زياده غير طبيعيه وهي التي تحدث نتيجه الايه؟ الهجره يا اولاد. يبقى تاني كده انا عندي النمو السكاني يا اولاد هلاقي ان هو له اسباب كتيره اللي هي زياده اعداد السكان لها اسباب. قال لك سواء كانت زياده طبيعيه اللي هي تعني الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، او زياده غير طبيعيه اللي هي الزياده اللي بتحدث بسبب الهجره. طيب احنا خدنا ان الزياده الطبيعيه هي ان انا عندي ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات في مصر هو اللي نتج عنه ان انا عندي في ارتفاع في معدل النمو السكاني. طب يعني كلمه زياده غير طبيعيه يا مستر يعني هي الهجره هتساعد على زياده عدد السكان؟ اكيد طبعا. انا عندي الهجره اولاد نوعين، عندي هجره داخليه وعندي هجره خارجيه. هي كلمه هجره بمعناها ايه يا اولاد؟ هجره يعني انتقال الفرد من مكان لمكان. طيب لو الانتقال الفرد ده من مكان لمكان داخل الدولة بسماها هجرة داخلية. معايا يا ولاد؟ بمعنى هجرة سكان الريف إلى المدينة. يبقى هو انتقل من الريف داخل الدولة إلى المدينة داخل الدولة، يبقى إذا هي هجرة إيه؟ داخلية. طب الهجرة الخارجية بقى هي انتقال الفرد يا ولاد من دولة لدولة تانية يا ولاد. مثل مثلا هجرة المصريين إلى دول الخليج الإيه؟ العربي. يبقى هنا يا ولاد خلي بالك لما يجي يقول لي إيه المقصود بالهجرة الداخلية؟ هقول له هو انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل الدولة، مثل هجرة السكان من الريف للإيه؟ للمدينة. طيب الهجرة الخارجية هي انتقال الأفراد من دولة إلى دولة أخرى، مثل هجرة المصريين إلى دول الخليج الإيه؟ العربي. طيب بما تفسر أو أسباب الهجرة، إيه هي أسباب الهجرة يا ولاد؟ قال لك أسباب الهجرة هلاقي ليها عدة أسباب. أول سبب يا أولاد هو البحث عن فرص عمل أفضل، يعني أكيد يا أولاد السكان مثلا على سبيل المثال لو عملوا هجرة داخلية انتقلوا من الريف للمدينة، معنى كده إن هو انتقل من الريف للمدينة عشان يبحث عن فرص عمل إيه؟ أفضل. طيب يبقى أول سبب من أسباب الهجرة يا أولاد هي البحث عن فرص عمل إيه؟ أفضل. طيب رقم اتنين الحصول على أجور أعلى عشان اقدر ان انا ارفع من مستوى المعيشه بتاعي. يبقى انا تاني سبب يا اولاد ان انا عايز احصل على اجر ايه؟ اعلى. طب رقم ثلاثه يا اولاد اما الهجره دي تكون بسبب التعليم. يبقى اسباب الهجره ثلاثه عندي، البحث عن فرص عمل افضل، الحصول على اجور اعلى لتحقيق مستوى معيشه افضل، والتعليم. طيب خلي بالك يا اولاد عشان انا لو لاحظت الهجره الداخليه في مصر هلاقي ان انا عندي الهجره بتختلف من محافظه لمحافظه. ازاي بقى يا مستر؟ قال لك هلاقي عندي نوعين من المحافظات، هلاقي عندي محافظه جاذبه للسكان ومحافظه طارده للسكان. طيب يعني كلمه محافظه جاذبه؟ يعني بتستقبل السكان، السكان بيهاجروا اليها.
معايا زي محافظه القاهره والاسكندريه عندنا في مصر، زي مثل محافظه القاهره الايه والاسكندريه. طيب عند اولاد من المحافظات الطارده، عند المحافظات الطارده في مصر يعني المحافظات اللي بيخرج منها السكان بيهاجم منها السكان، زي محافظات الصعيد والايه والدلتا، زي مثل محافظات الصعيد والايه والدلتا. يبقى خلي بالك يا اولاد لما يجي يقول لي اكمل من امثله المحافظات الجاذبه للسكان في مصر محافظه نقط ونقط، اقول له القاهره والاسكندريه. طب يجي يقول لي اكمل من المحافظات الطارده للسكان في مصر محافظه نقط او محافظات نقط ونقط، محافظات الصعيد والايه والدلتا. يبقى انا كده يا اولاد بقول ان انا عندي الهجره هي ديت الزياده الغير طبيعيه بالنسبه للنمو السكاني. طيب قلت ان انا عندي الهجره انها نوعين، هجره داخليه وهجره خارجيه. قلت الهجره الداخليه هي انتقال الفرد من مكان الى اخر داخل الدوله، زي هجره السكان من الريف للمدينه. طيب هجره خارجيه قلت هي انتقال الافراد من دوله الى دوله اخرى، مثل هجره المصريين لدول الخليج الايه العربي. قلت اسباب الهجره يا اولاد، قلت لعده اسباب زي البحث عن فرص عمل افضل، زي الحصول على اجور اعلى لتحقيق مستوى معيشه افضل والتعليم. قلت عندي المحافظات في الهجره الداخليه في مصر بتختلف، فعندي محافظات جاذبه للسكان زي محافظه القاهره والايه والاسكندريه، وعندي محافظات طارده للسكان مثل محافظات الصعيد والايه والدلتا. طيب يبقى انا كده يا اولاد انتهيت عندي من اول درس موجود عندي في الوحده الثانيه اللي هو بعنوان نمو السكان في مصر.